الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ini kita baca Yasin, mudah-mudahan dengan berkat surah Yasin. Yang pertama, kita hadiahkan bacaan Yasin kepada arwah-arwah ahli keluarga kita yang telah meninggal dunia. Yang kedua, kita beri niatkan dalam haji supaya Allah memberikan kesihatan yang baik semua ahli keluarga kita. Yang ketiga, jika ada anak-anak, cucu-cucu yang ingin menghadapi peperiksaan UPKK, SPM dan semua peperiksaan-peperiksaan di peringkat universiti dan sebagainya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ketenangan hati dia, kewarasan minda mengingati pelajaran yang dibelajar, dan mudah-mudahan mudah untuk menjawab dalam soalan peperiksaan, dan akhirnya amin insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، من دونه آياته يريد الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينكرون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على فاستبقوا الصراط فلن ينصرون. ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.
كافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يعبدون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهي الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا sedih dah lama tak jumpa nenek. Dia duduk kat sebelah nenek. اللهم اجعل نفسي تتقبل سبب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه ما قلناه من يا الله وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة ونقدم ونقيا إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذريته.